والزميل شيار محمد ليطلعنا على آخر المستجدات والتطورات في المدينة. نعم شيار، تفضل. نعم، مساء الخير على الجميع. طبعا يعني السليمانية اليوم تسخر أيضا بنشاطاتها الثقافية، وأيضا بالنسبة للموقف الوبائي سنتحدث عليه لاحقا. نبدأها أولا هنا في محافظة السليمانية، يعني تقوم عدة منظمات مدنية منها ما هو معني بالمرأة، وعلى رأسها أيضا منظمة السي دي أو التنمية المدنية، تقوم اليوم بحملة تشجير لجبل جويجا، هذا الجبل الذي تعرض خلال الصيف الماضي أو الصيف المنصرم إلى حرائق متعددة. يعني تقوم هذه المنظمات بحملة تشجير هذا الجبل وبنحو مساحة 200 دونم، يعني لديها خطط لزراعة 22 ألف شتلة على مساحة جبل جويجا، وأيضا يعني تقوم بحث المواطنين والتوعية المواطنين عبر بروشولات وأيضا عبر السوشيال ميديا ووسائل الإعلام من أجل المحافظة على يعني المساحة الخضراء هنا في محافظة السليمانية، سيما وأن السليمانية تشتهر بطبيعتها وجبالها ومساحاتها الخضراء. لذلك يحثون المواطنين على يعني المحافظة على تلك المساحة، وأيضا زرع يعني غرس ثقافة التشجير داخل المجتمع الكردستاني والمحافظة على الشتلات والمحافظة على البيئة والأشجار. هذا بالنسبة لهذا النشاط. أيضا ما تزال يعني النسخة الثانية لمعرض الدولي للكتاب في محافظة السليمانية مستمرة لليوم الثاني، اليوم تنطلق يعني ينطلق اليوم الثاني مرة أخرى لهذا المعرض. طبعا المعرض شاركت فيه تقريبا 18 دولة، يعني حوالي أو أكثر من 200 دار نشر من 18 دولة شاركت في هذا المعرض. يعني لتذكير المشاهد زاغروس على العربية، بالنسبة للوصول إلى ذلك المعرض يعني تقوم هناك مواصلات عامة من الحديقة من مركز المدينة، تقوم بنقل المواطنين بالمجان وبشكل يومي، تقريبا كل نصف ساعة سيارة تذهب إلى المعرض. المعرض هو على الأطراف السليمانية وبالتحديد في منطقة طاسلوجة، لذلك يقومون بنقل المواطنين بشكل مجاني. إضافة إلى ذلك يعني كان هناك إجراءات يعني الإجراءات الوقائية والاحترازية مستمرة، تعفير على مدار اليوم على مدار الساعة يقومون بتعفير المكان. إضافة إلى ذلك يعني كانت النسخة الأولى، كان يقولون المختصون أن النسخة الأولى اختصت أكثر بالكتب الإسلامية، هذه النسخة الكتب متعددة ومختلفة في كل المجالات، وهناك دور نشر مهمة ودور نشر عالمية شاركت أيضا هنا في هذا المعرض، إضافة إلى دور نشر من دولتين أجنبيتين وهما كندا وبريطانيا أيضا شاركت في هذا المعرض. الفعاليات مستمرة منذ الصباح وحتى المساء في المعرض لعشاق المطالعة والقراءة وأيضا للطلاب من أجل الحصول على مصادر المعلومات من ناشريها وأمهات الكتب. هذا أيضا بالنسبة لمعرض السليمانية الدولي بنسخته الثانية واليوم الثاني لهذا المعرض. أما بالنسبة للموقف الوبائي هنا في محافظة السليمانية، يعني مع إعلان إقليم كردستان ووزارة الصحة في إقليم كردستان عن انخفاض معدل الإصابات، يعني هناك انخفاض طفيف هنا في محافظة السليمانية. خلال ال 24 ساعة الماضية سجلت السليمانية 172 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى ذلك سجلت 11 حالة وفاة، أيضا بالتزامن مع ذلك سجلت نحو 58 حالة شفاء في يوم واحد، وخلال ال 24 ساعة هنا تماثلت إلى الشفاء بشكل كامل من فيروس كورونا. أيضا يعني الراقدين الآن داخل المشافي الأربعة المتوزعة هنا في محافظة السليمانية، تقريبا 200 حالة ترقد الآن تتلقى العلاج داخل تلك المشافي. إضافة إلى ذلك أعلنت صحة السليمانية عن إنشاء يعني أو تشكيل أو افتتاح مشفى جديدة في قضاء شمشمال من أجل معالجة المصابين بفيروس كورونا. بالمجمل هذا مختصر السليمانية اليوم. نعم الزميل شير محمد، شكرا جزيلا لك.